مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معانا وليله جديده من ليالي الكويت. حيا الله من انضم لنا داخل وخارج دوله الكويت عبر قناتنا الاولى وفضائيتنا الكويتيه. مساء الخير عبد الله. مساء الخير غاده اكيد، والمسي عليكم مشاهدينا. متواصلين معاكم في تغطيتنا اليوميه لكل الفعاليات والاحداث والاخبار اللي قاعد تصير عندنا في الكويت الحبيبه للتصدي لفيروس كورونا. ويمكن بعد امس يعني غاده كان في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، وتم يعني من خلاله الحديث عن ايقاف لعدد من الرحلات لبعض الدول. فان شاء الله يعني المغادره والاكيد استقبال لهذه الدول منها بنغلاديش، الفلبين، جمهوريه مصر، الجمهوريه السوريه. فنتمنى السلام ان شاء الله للجميع. يعني نتمنى من كل الأشخاص اللي معنيين أو خصوصا الكويتيين اللي موجودين بهذه الدول ياريت يتواصلون مع سفاراتنا عندهم، خصوصا اليوم أيضا سفارة الكويت بالقاهرة وجهت نداء للتواصل معها. كل أبناء الكويت اللي موجودين بالقاهرة اللي عندهم تذاكر أو اللي ما كانوا مخططين أنهم بيون الكويت يتواصلون مع السفارة، وحتى بلبنان وسوريا وأي إنسان كان بأي بلد في الدنيا وحاب إنه يرجع الكويت ياريت يتواصل ويكون دائما مع السفارة الكويتية في أي بلد وعاصمة هو متواجد نعم فيها. نعم، ومو مقصرين يعني سفارة الكويت بكل الدول والعواصم قاعد تحط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في وزارة الإعلام يعني فعلا الحكومي. وزارة الخارجية ممثلة بكل سفارات الكويت في الدول المنتشرة في العالم كلها، عينها وقلبها على كل أبناء الكويت في كل بقعة موجودين فيها. فكل اللي عليكم أنكم تمشون على تعليمات الدول اللي أنتم موجودين فيها، وأيضا تتواصلون مع سفارات الكويت في هذه الدول. نعم، أيضا قادم الأخبار اليوم يمكن اللي أعلنتها وزارة الصحة وجود 3 حالات جديدة تنضم إلى الحالات القديمة، فالمجموع وصل إلى 60 حالة مع شفاء حالة واحدة اللي كانت 61. ننقص واحد. اي فشلنا الواحد، شلنا الواحد وخلينا 60. وان شاء الله اليوم اللي ما في ولا حاله ان شاء الله. ان شاء الله كل اللي محجوزين بالحجر الصحي يطلعون على خير وسلامه من غير ما يتعرضون لاي تعب، وان شاء الله يا رب كل اللي ظهرت عليهم الاعراض من ال 61 هذيل الله يكرمهم ويشافيهم ويعافيهم ويقومون بالسلامه. ويا ريت يا ريت يا ريت من كل اللي يستمع لنا الحين وكل اللي موجودين يا ريت نبتعد عن الإشاعات، وبلاش أن احنا نروج الأخبار الخاطئة، لأن انتم عارفين هذه فترة مرض وفترة صعبة جدا على المصابين وأيضا على أهاليهم. فلما تنتشر إشاعة بالغلط أو يتم الترويج لها أكيد يعني أهل المصابين يحوشهم الروع والهلع، وإحنا أكيد ما نرضى بهالشيء. ويعني حتى ما هي لا من اللياقة ولا من احترام الناس ان احنا ممكن نروج لهذه الاشاعه. نعم اكيد صحيح غاده. ويمكن يعني على طاري الاهل والكلام واليمعات اللي قاعد تصير اليوم، يمكن الاطفال واللي موجودين في كل العوائل يسالون اهلهم شو السالفه، ليش احنا مقاربين شنو موضوع كورونا، شنو هو كورونا اصلا وشنو هو فيروس كورونا. فتوقعين هالثقافه موجوده اليوم عندنا؟ والله انا قعدت مع عيالي فتره بس علشان افهمهم شنو يعني انتشار الفيروس، والواحد لما يشرح يخاف بعد انه يخرعهم. صح، فانت محتاج أنك تقول لهم بطريقة معينة وتخفف من حدة الخوف هذه، لكن بنفس الوقت لازم توعيهم أن شنو الأشياء اللي لازم يسوونها وطريقة حماية أنفسهم. أكيد هم يسألون اليوم إحنا ليش قاعدين نغسل إيدنا؟ يعني أنا ولد أختي قاعد يغسل إيده اليوم 1 2 3 قاعد يحسب لعشرين ثانية إنه يوصل. فحلو اليوم تكون في ثقافة، بس هم من إحنا ودنا واللي طالعين كلهم معلقين هني المعقم حاطينه على طول بملابسهم، وهذا شيء وايد جميل يعني. فإحنا حابين نتعرف أكثر على رأي الأطفال وإيش كثر هم مستوعبين موضوع فيروس كورونا. فزملائنا الأعزاء في الأعداد قاموا بهذا الاستطلاع، راح نشوفه ونرجع لكم. اليوم راح نتكلم عن بلدية الكويت، وراح يكون ضيفنا طبعا هو المهندس أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت. شوفوا الاستطلاع وارجعوا لنا إن شاء الله في ليالي الكويت. We'll be right back.
اليوم في ليالي الكويت، أحمد المنفوحي المدير العام لبلدية الكويت، والحديث عن إجراءات بلدية الكويت في مواجهة فيروس كورونا. كلنا عرفنا عن فيروس كورونا وشلون نستعد له وناخذ احتياطاتنا منه، هذا احنا يا الكبار، بس خلونا نشوف الأطفال شنو عارفين عنه وشلون ماخذين احتياطاتهم منه. كورونا فيروس من أنواع الأمراض منتشرة بالجو. فيروس تخلي الجو مرض. فيروس يسبب المرض. كورونا يعني الفيروس يسوي الأمراض. الكورونا فيروس ينتقل بالهواء وباللمس. يعني على الكورونا. الكورونا يخلينا فينا راسنا يعورنا فينا نشلة. فيروس مرض يخلينا يكون فينا صداع ونشلة. كورونا فيروس يخلينا يعورنا راسنا ونشلة. أغسل يديني باستمرار. أنا أغسل كل يوم، أغسل إيدي. أغسل إيدك دائماً، تتسبح دائماً. أنا لازم أغسل إيدي قبل أي شيء. أغسل إيدي باستمرار. أغسل إيديني. إذا جلسنا شيء على طول روح نغسل إيدنا، وأحمي إيدي وأغسل إيدي بماء وصابون. أغسل إيدي دوم. ما أديش ولا شيء قبل أي شيء أغسل يديني، وأي ما أجيس ولا شيء لمن أطلع ولمن أسلم ما أسلم من قريب. ولو تبي تكح أو تعطس يا إيدك كذي يا بكلينكس. وإذا في تجمعات، إذا في تجمعات أوخر عنهم. يسبحي باستمرار. غسلون يدينا ما لقون بالغد. أجيس شيء بسرعة أروح أغسل يدك. ألبس ماسك. أقابس لشلة بس لازم أحمي نفسي، أغسل يدي وألبس قناع وألبس البلاس. هذه كانت فكرة الأطفال عن فيروس كورونا وشلون يحتاطون منه. خلونا نشوف شلون هم متخيلين شكله. هذه كانت عفوية الأطفال ورؤيتهم لفيروس كورونا. الله يحفظهم ويحفظ ديرتنا الحبيبة من كل شر. وما زالت بلدية الكويت جناح مهم يعتمد عليها بشكل كبير لتكون عوناً لوزارات ومؤسسات الدولة، وهذا ما عملت عليه مع ظهور خطر فيروس كورونا، حيث قامت بواجباتها على أكمل وجه بتوصيات مباشرة من وزارة الصحة وبمساندة كبيرة من رجال وزارة الداخلية، كما اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها سلامة المواطن والمقيم على حد سواء. وهذا اللي راح نناقشه الحين في ليالي الكويت مع المهندس أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت. حياكم الله معنا، وباسمكم نرحب بالمهندس أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت. مساك الله بالخير وعبد الله، وحياك الله. مساكم الله بالخير، أنا سعيد أن أكون معكم، إن شاء الله يعني نقدم معلومة تفيد الأخوة المشاهدين. حياك الله. أكيد منورنا اليوم. بالبداية أبو عبد الله، ودنا نسلط الضوء على يعني إجراءات اللي قامت فيها البلدية من انتشار أكيد فيروس كورونا، هالأزمة اللي قاعد تمر على العالم وعلى الكويت. طبعا البلدية مثل باقي الجهات الحكومية، يعني احنا اليوم كل الجهات الحكومية تعمل تحت مظلة وزارة الصحة بما يخص فيروس كورونا، ويمكن احنا عملنا على عدة نقاط، يعني شكلنا غرفة عمليات برئاسة معالي وزير البلدية تجتمع بشكل يومي
لتدارس آخر المستجدات وآخر الإجراءات اللي تتخذها البلدية. وكان من أولها هو منع التجمعات وإلغاء الفعاليات والمعارض الموسمية، خصوصا أن هذا وقت المعارض الموسمية بعد ما طلعنا اللائحة يعني قريبا. نعم. سمحت للشباب بعمل المعارض والإيفنتات. صحيح. أمانة يعني كان التجاوب جدا رائع من الشباب، ألغوا الفعاليات وهذه الاحتفاليات والمعارض، وإحنا بادرنا وعدنا لهم رسوم اللي إحنا خذيناها منهم، لذلك يعني كان تعاون جدا رائع. سوق المباركية أيضا لغينا كل فعالياته واحتفالياته اللي كانت موجودة. أيضا يعني البلدية البصمة، يمكن الخدمة المدنية أوصت كل جهات الحكومية بإلغاء البصمة والاكتفاء بالتوقيع الحضور والانصراف. ويعني قاعد نتلقى يعني احنا الحين يعني حتى مؤخرا وزارة الصحة يمكن طلبت من البلدية إيقاف الشيشة مؤقتا والتشدد على الجوانب الصحية بالنسبة للصالونات والأندية الصحية، وهناك فرق يعني تقريبا بحدود 400 موظف قاعد يعملون بمدار الساعة لتطبيق طلبات وزارة الصحة. طيب احنا راح نتكلم عن هذا الموضوع بعد شوي ونسلط الضوء عليه، واذا كان مؤقت ولا بصفة دائمة، لكن احنا حابين نتكلم اكثر عن العمالة اللي موجودة عندكم بالبلدية، شروط الوقاية والسلامة، شلون تعاملتوا وتعاونتوا معهم؟ طبعا احنا يعني وفرنا كل سبل الخاصة من تعقيمات ومن أدوات ومن تطهير المبنى. بعد كل انتهاء دوام هناك فريق متكامل يدخل الإدارات ويتم رش الإدارات وتأكيد على وجود المطهرات والكمامات. في بعض الأخوان يصر على وجود كمام، فنضع الكمامات ونضع المطهرات. وفرتوها؟ وفرناها، بلغنا شركات النظافة اللي احنا نتعامل معها يعني ضرورة يعني حماية العامل نفسه، يعني توفير الجلوفز والكمام. يعني اعتقد امور البلديه بالنسبه كنظافه واشتراطات الخاصه بالتعقيم اعتقد ان احنا مطبقينها بشكل كامل يعني. نعم اكيد ابو عبد الله، احنا راح نشوف الكلام اللي تفضلت فيه من خلال هذا التقرير اللي جهزوه زملائنا في ليالي الكويت، خلينا نشوفه معكم مشاهدينا. هذه بلدية الكويت واستعداداتها وخدماتها مع فيروس كورونا المستجد هالأيام. البلدية طبعا أوقفت نزل التعميم للموظفين اعتبارا من 1/3 أن إيقاف العمل بنظام البصمة والاعتماد على كشوف الحضور والانصراف والتوقيعين، غير أن توزيع المعقمات في أدوار البلدية وفي الممرات تحت قبل لا يدش المراجع المبنى في وسائل تعقيم حاطينها تحت، فقاعد يستخدمونها الجماعة يعني، والموظف قاعد ياخذ إجراءات الاحترازية. احنا عندنا السايت الرسمي فيقدرون يدشون عليه ويخلصون إجراءاتهم ويشوفون شنو المعاملات اللي تتطلب أنه يدش على السايت ويلاقيها موجودة. طبعا البلدية قامت بإجراءاتها بخصوص الأحداث الأخيرة بشأن الصحة العامة وطرق الوقاية. وفرنا طال عمرك اللي هي جميع الأجهزة اللي هي التعقيم، اللي هي تعقيم طال عمرك، من ضمنهم اللي هي اللوحات الإرشادية لبلدية الكويت طبعا في جميع المباني وفي جميع الأدوار، ومنها طال عمرك توفير الويلتشير وتعقيمه من شخص لشخص. على طول هنا في بلدية الكويت التعقيم شغال من واحد لواحد، مثل أنا الحين أبي كرسي أقعد له أقمه وعطوني إياه، خلصت منه بياخذه واحد ثاني هم يعقمونه ويعطونه واحد ثاني، يعني مو بس تعقيم واحد، لا على طول كل الشكر والتقدير. البلدية الوحيدة هنا اللي ماشية تمام في حسب أوامر ونصائح وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، الله يحفظهم عز وذخر، ويا ليت كل الوزارات تقتدي مثلهم. وآخر شيء من اللي شفناه من زياراتنا تخوف المراجعين، وما شفنا وايد مراجعين ما ينلامون للأمانة، والله يحفظ الجميع. للإعلام رسالة، الالتزام أساسنا، العمل الجماعي منهجنا، والمصداقية هدفنا، هذا دورنا،
شفنا معكم مشاهدينا اكيد التجهيزات اللي تقوم فيها بلديه الكويت، ونرجع وياك ابو عبد الله بنتكلم عن المخالفات اللي والضبطيات اللي كانت تقوم على مدار السنه. اليوم مع هذا وضع الفيروس الموجود عندنا بالكويت، شو اللي اختلف؟ يعني احنا يمكن نتكلم عن يعني مرحله يعني استثنائيه اليوم. يعني ما نتلقاه من قبل وزاره الصحه نقوم بتنفيذه بتشدد، لأن اليوم سلامة المواطن والمقيم خط أحمر يعني. صحيح. وتأتينا تعليمات من مختصين في سواء بالمنع أو بالتشدد أو بوضع معين، يعني حتى نوع المعقم أو المطهر له مواصفات معينة إحنا أيضا نلتزم. صحيح. بوجودها يعني أساس لا تكون يعني مغشوشة. لذلك إحنا اليوم الفرق قاعدة تعمل وهناك حملات مكثفة، وإن شاء الله هي فترة مؤقتة بالنسبة للشيشة وبالنسبة في بعض الأنشطة اللي تم منعها، هي إن شاء الله لفترات مؤقتة لحين إن شاء الله الأمور تستقر، وإن شاء الله ممكن تعود يعني الأمور إلى نصابها. هل كان في اعتراض من أصحاب المقاهي، خصوصا يعني كثير من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة يفتحون هالقهاوي هذه ويعتمدون على الموضوع هذا؟ طبعا هو يعني الاعتراض يعني احنا نتفهم يعني، ولكن احنا نحاول نشرح للاخوان احنا اليوم ننفذ قرارات وزارة الصحة، وهي يعني ما هي دائمة المنع، يعني هو المنع مؤقت لحين ان شاء الله نعدي هذه الأزمة يعني، وان شاء الله بعدها يعني ممكن تعود الامور الى نصابها، ولكن اليوم احنا علينا ان نطبق ونحرص على التطبيق، لان يعني ما نبي تصير الامور بسبب تساهل معين يصير. صحيح. ما لا يحمد عقباه يعني، لذلك نبي نؤكد على ان سلامه المواطن والمقيم مؤتمنين عليها، واحنا نحاول نطبق من ناس مختصين في مجال الوقايه والصحه. فلذلك احنا اليوم نحاول تطبيق يعني حتى موضوع الشيش، يعني انا التقي مع الشباب واحاول انه يقول لي ان اليوم في خرطوم او هذا يكون الطبي يتبدل او يعني. اذا الصحه وافقت او يعني اقرت احنا ما عندنا مشكله، ولكن اليوم ما نبي يعني نجادل في موضوع الصحة العامة أو في موضوع. صحيح. سلامة المواطن والمقيم لازم القرارات تكون حاسمة لمصلحة وصحة الإنسان ويصدر من المختصين، إذا المختصين أقروا أن هذا. صحيح. يسمح ومسموح وهذا. واليوم إحنا في البلدية لله الحمد قاعد يعني نشتغل كتيم، يعني اليوم معالي الوزير تشوفينا موجود بحولي وقاعد يشوف الصالونات ويتأكد من السلامة وبكل يعني يسأل ويشوف الأمور هل في تجني ولا يرضى، يعني حتى وصانا أن احنا نتعامل مع أصحاب المشاريع خصوصا المقاهي بنوع من النفسية أن أنت تهيئة تقول له هذا عملية مؤقتة ومصلحة وطن ومصلحة عامة. فلذلك لله الحمد احنا نشتغل في تيم متجانس في البلدية، وهذا يمكن يعني امور قاعد تسهل لنا وايد في اداء عملنا. اكيد. بس ابو عبد الله خلال هذا الايام هذه من يعني طلع هذا القرار تم اغلاق مقاهي لهاللحظه ولا بس مجرد انذار؟ الى الان لم يتم غلق مقاهي، يعني احنا الان مجرد قاعدين ننبه ونرسل انذارات. في بعض الاخوان ملتزم من قبل ان يله يعني امانه، يعني في تعاون تحس يعني في تعاون نقول 70%. 70% ناس بادروا بمنع الشيشة رغم الخسائر اللي راح يتحملونها. 30% احنا قاعدين نقنعهم ونحاول ان نبين ان هذه العملية مؤقتة، ومجرد ما الامور ان شاء الله تستقر ان شاء الله تعود الى نشاطك. فهذا يعني بس صعوبة الموضوع في موضوع اقناع. ما نبي نلجأ الى الغلق الاداري يعني بالوقت الحالي، ولكن إن يعني في الأخير مجبرين في حال عدم الانصياع وإصرار وزارة الصحة بمنع هذا يعني الشيشة، فمضطرين إحنا نقوم حاولت أبو عبد الله تنقلون وجهة نظر أصحاب المقاهي إلى وزارة الصحة مثل ما تفضلت في تبديل مثلا لا توصيهم هم نقلوها بروحهم بدون ما هم نقلوا الفكر ونقلوا الرأي، يعني
أنا نفسي يعني ماني خبير في هذا الموضوع، يعني هم يقولون أن هذا بايب أو يعني أنا ما أفهم، فوزارة الصحة قاعدة تشوف وتدرس وبالتالي أكيد المختصين عندهم حريصين على 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 سلامة، وهذا بالمقام الأول اللي ما يمكننا إحنا يعني نجادل فيه، سلامة وصحة المواطن والمقيم هو خط أحمر ما يمكن نجادل فيه، لذلك هم المختصين يرون وين الصح وين اللي ممكن يطابق مواصفات الصحة وممكن اللي يضر الصحة، فبالتالي احنا فلا توصيهم يعني هم ما شاء الله عليهم. طيب عبد الله نبي نعرف اكثر عن الفرق التفتيشية الخاصة بالبلدية، وجودكم في الصالونات النسائية الرجالية، ملاحظة النظافة والتعقيم حتى في الأماكن الأخرى اللي فيها تجمعات أو الأماكن اللي فيها مثلا المسالخ وغيرها من الأمور، كلمني عن هالفرق هذه، هل أصبحت أكثر، هل هناك مثلا شروط أكثر حاسمة حاطينها بالنسبة لموضوع منع انتشار فيروس كورونا؟ طبعا هو اليوم في تركيز يعني يمكن يعني مع الكم الكبير من المقاهي والكم الكبير من الصالونات سواء النسائية أو الرجالية، فتحتاج يعني اليوم ثقافة مواطن وصاحب عمل أن اليوم ترى الفيروس كورونا هي ثقافة عشان تقضي عليه، تعاون مجتمعي حكومي، الحكومة بروحها ما تقدر تسوي شيء، ما راح أحط لك مراقب بكل مقهى وبكل صالون وبكل، مو صحيح، في الأخير هو السلامة لك والسلامة لأسرتك والسلامة لبيتك السلامة لمجتمعك، يعني ممكن شخص يسبب مشكلة لو تساهل معه، هو ثقافة مجتمع، لذلك احنا دائما وحتى الخطاب الحكومي قاعد يوجه الخطاب للمجتمع ان انت تتقيد بالاشتراطات، تتقيد بالامن بالنظافة، تتقيد بالاستخدام المواد المعقمة، وهذا في الأخير لك يعني لك ولأسرتك ولأبنائك، لذلك فهي العملية ثقافة أكثر ما هي رقابة. الرقابة احنا قاعد نروح ونحاول، ولكن اليوم من الصعب اني احط انا عندي اليوم كم صالون او كم قهوة يعني بالآلاف. بس شنو الأولويات بالنسبة لهذه الفرق؟ الأولويات احنا ملتزمين الآن بالنسبة للصالونات وللمقاهي، هناك فترة تنبيهات أنا أقول 70% يعني امتثلوا، 30% سنتخذ فيهم إجراء بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم، وقد يصل الموضوع إلى الغلق يعني. نعم أيضا المعاهد الصحية اليوم يعني الناس وايد قاعد تخاف من هذا الموضوع، انتشار النوادي الكبير بالكويت، شنو الإجراءات الأول شنو فرضتوا عليهم تكون موجودة خلال هذه الفترة؟ احنا نتكلم عن المعقمات وتعقيم المكان قبل الاستعمال وأثناء الاستعمال 3 مرات، احنا قاعدين ناخذ التعليمات من مختصين وشنو يعني افضل السبل، يعني في دول معينة قالت ممنوع مثلا الأندية او ممنوع هذا، يعني هي عملية تعتمد على حجم الفيروس الدولة نفسها الموجود او على انتشاره. احنا لله الحمد الامور عندنا ان شاء الله طيبه، يعني الحمد لله. يعني والله يشافي اخواننا واهلنا يعني ان شاء الله ويسلم بلدنا، ولكن هذه تعتمد على معايير اعداد، لذلك لله الحمد الامور يعني ما زالت طيبه، وانا اسمحوا لي يعني في هذا البرنامج اني يعني هناك جنود مجهولين في الخط الاول، احنا ترى بالخط الخطوط الخلفيه البلديه وباقي الجهات عشان لا يقولون يعني انا اقول بلديه مسانده، ولكن الخط الاول هذول وزاره الصحه ابطال شباب كويتي رائع والله العظيم، ان حتى يعني مزامة يقعد 24 ساعة يتحمل مرات الكلام أو الضغط لأنهم مضغوطين، وتلاقيه بمنتهى الوطنية ومنتهى الحب للوطن، وأيضا رجال الداخلية الصفوف الأمامية عشان لا أنسى أحد، الإخوان في الجمارك، الطيران المدني، خطوط الجوية الكويتية، فعلا هذولا يعني نرفع لهم القبعة ونقدم لهم الشكر الجزيل، وما هو غريب على أهل الكويت يعني هذه احنا متعودين عليها يعني، ولكن فعلا واجب ان احنا نشكرهم. واما احنا يعني يمكن مساندين
في موضوع يعني فيروس كورونا، الله إن شاء الله يعني يزول هذا الفيروس، ولكن هذول فعلا واجب أن احنا نقدم لهم الشكر والتقدير. بعد ذلك بلدية الكويت من الجهات اللي تتعاونون معها أو اللي عملكم مباشر معهم في موضوع فيروس كورونا؟ طبعا احنا يعني نتعاون مع وزارة الداخلية بالمقام الأول، مرات يوفروا لنا بعض الحماية لتطبيق القرار أو القانون. وزارة التجارة أيضا مشكورين، يقومون بجهد جبار. أيضا الأخوان في البيئة، الهيئة الغذاء، كثير من الجهات. اليوم الكل منسجم ومتجانس، والعمل وطني ترى أكثر ما هو عمل يعني عمل عملك العادي، لا هو عمل وطني، وهذا شيء جميل يعني قاعد نحسه خلال أدائنا بما يخص يعني فيروس كورونا. نعم، أيضا يعني من الأمور جدا مهمة في هذا التوقيت العربات المتنقلة اللي كنا دائما نشوفها، هل في إجراءات احترازية أضفتوها مؤخرا لهذه العربات؟ هي العربات المتنقلة احنا يعني أزلنا في الفترة السابقة حتى قبل موضوع فيروس كورونا، شلنا كثير من العربات الغير مرخصة وأجبرناهم أن يدخلون على السايت والحجز عن طريق وزارة التجارة. فالعملية شوية يعني مسيطر عليها يعني أكثر من قبل. نعم. واللي موجودين قاعد تراقبونهم طبعاً أيضا. هناك شروط، هناك هيئة الغذاء، يعني هيئة الغذاء مناط فيها أيضا الشهادة الصحية والتزامها بشبه كل شيء قلت اليوم، بس إحنا الكل يعمل يعني الكل يعمل لسلامة المواطن. إحنا في ظرف غير عن الظروف العادية. بعض الناس يعني خايفين يعني حتى يطلعون برا يأكلون برا، يعني أنت شو تقول لهم هني؟ لا أنا ما يعني أنا ماني مختص في هذا هيئة في الغذاء، هذا المجال، لكن يعني ولكن إن شاء الله بلدنا الله يحفظها بأهلها الطيبين، وإن شاء الله يعني هذه فترة وتزول إن شاء الله. مختصين يعني هم أدرى، أنا ما أقدر أقول يعني رأيي، ولكن إن شاء الله الأمور بإذن الله الله يحفظ بلدنا إن شاء الله. وعبد الله أيضا من الإدارات التابعة للبلدية إدارة الجنائز، ويعني اتخذتوا عدة قرارات خاصة في المقبرة والعزاء، فبتكلم على هذه الإجراءات، شلون شفتوا تقبل الناس لها؟ لا الحمد يعني احنا الاخوان في إدارة الجنائز وفروا كل سبل الخاصة في المعقمات والماسكات، ويعني رغم انها هي تنفذ بشكل كبير يعني لان بحجم رواد المقابر، ولكن ان شاء الله ايضا احنا قاعد نوفر قدر المستطاع الكميات المطلوبة يعني للعزاء وحتى لرواد المقابر. موضوع العمل عن طريق الأونلاين، أن الواحد ممكن يطلع رخصته، يطلع أوراقه اللي محتاجها في عمله، بالتعاطي مع البلدية أنتم كنتوا ماشيين بهذا الموضوع وخذيتوه على فترات متلاحقة، الحمد لله وصلتوا لمرحلة جميلة جدا بالإنجاز عبر الإنترنت. فالحين مع وجود كورونا فأصبح الناس ما يبون يروحون، ما يبون يتخالط، ما يبون يداومون، فأنت شو تقول لهم؟ هل يعني سرعة الإنجاز أصبحت كبيرة؟ إحنا إذا نطلع عن فيروس كورونا، يعني موضوع الخدمات الإلكترونية اللي قدمتها البلدية في الآونة الأخيرة والخطة اللي موضوعها يعني نقلت، ومؤشر تحسين بيئة الأعمال خير شاهد، يعني اليوم القفزة اللي قفزتها دولة الكويت في تحسين بيئة الأعمال، وأشار التقرير أن البلدية الكويت من كانت ترمى بسهام النقد والانتقاد الآن ترمى بالورود، كانت من ضمن ثلاث أفضل جهات تطورا العام بالنسبة لتسهيل بيئة الأعمال. وهذا ما يا من فراغ، هو يا من عمل وخطة. احنا أطلقنا في الآونة الأخيرة خدمات أخرى حسب الخطة الموضوعة، وأيضا الأخوان في معية تحسين بيئة الأعمال والبنك الدولي يراقب هذه الأعمال لكي يصدر تقرير السنوي الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وإن شاء الله متوقع أن نقفز قفزات كبيرة. وهذا الآن يعني إذا نرد على فيروس كورونا، يعني هو يعني اليوم ما في مراجعين للبلدية في ظل وجود ترخيص البناء وإيصال التيار ورخصة السلامة واستلام الحدود وكل الإجراءات اللي قبل كانت تتطلب حضور. الازدحام اللي كان موجود قبل الآن خف. الآن ماكو، مو موجود هذا الازدحام، في هناك أونلاين ومكتب هندسي، وتدفع عن طريق الكينت وتسحب رخصتك وانت في المكتب الهندسي الخاص فيك.
نعم، احنا قاعد نشوف مع المشاهدين ارقام هواتف الخط الساخن الموجود عندكم، وايضا عندكم خدمه الواتساب، ودنا نتكلم عنها ابو عبد الله. والله الواتساب فكره معالي الوزير، يعني اساس اكون انا، هو ما شاء الله بالاي تي وهو ولد البلديه، يعني مهندس وليد الجاسم. نعم. فتناقم اول ما جاء معانا وصار تناغم ممتاز في موضوع الاي تي، يعني هو سوى موضوع الواتساب هذا، يعني احنا ما شغلناه من شهر، الان واصلتنا وصلنا 757 شكوى، يعني يتفاعلون معها، وفعلا تشوف مرات الاطراء، مرات تشوف النقد، يعني الاطراء ايضا يخلي دافع أكيد. للموظف ان يرى الشيء اللي سواه، يعني وايضا احنا كمسؤولين، وهذا يحقق نوع من الشفافية أيضا، أن أنت كمسؤول تقيم أداء المحافظات. صحيح. وأداء أغلب ومنها موضوع النظافة. النظافة أي والله. موضوع النظافة، ولكن أنا يعني موضوع النظافة لو كان باختصار، يعني إحنا يمكن تكلمنا برا الهواء، ولكن موضوع النظافة مهم جدا، ولكن لازم يعني نعرف أن إحنا جينا من تبديل عقود، ووفرنا على الدولة 120 مليون دينار. مع تبديل العقود يصير دروب، وتكون العملية تصاعدية لين يرد مستوى هذا، ولكن في الأخير وفرنا مبلغ كبير على الدولة كان بس قبل. بس احنا ما نبي التوفير يكون على مستوى النظافة، يعني بإذن الله، لأن يعني النظافة هذه خط أحمر. احنا نتوقع مع الأيام بعد ما يتم استكمال بنود العقود، أتوقع إن شاء الله راح نرد وأفضل إن شاء الله، وننتظر ملاحظاتكم. يعني أغلب الشكاوي اللي تجيكم على الواتساب شنو تكون؟ نظافة. تشوينات مثلا، واحد قاط أنقاض بناء، سيارات مهملة، شيش. الآن أغلب الشكاوي الفترة الأخيرة بعد صدور قرار وزارة الصحة أن احنا دشينا يصورون شوف لكم. احنا عندنا مربوط على اللوكيشن، يعني يعني على طول نعرف مكانه ونروح له على طول بدون ما يدز يعني المكان اللوكيشن او اي شيء. فبالتالي الان اغلب هذا هي عن الشيش. ومنو يتابع الشكاوي على الواتساب؟ فريق تخيلي معالي الوزير، يعني عنده وانا عندي بالتليفون اشوف ست محافظات بست واتسابات، ونشوف على مدار الساعه هذه الخدمه. على مدار الساعه هي. والله عساكم على القوه صراحه، يعطيكم الف عافيه. اي نعم. يمكن ايضا سمعنا ابو عبد الله عن حملات تفتيشيه كانت على بائع جوالين، يعني للكمامات، كانوا يبيعون الكمامات في فتره بدايه الازمه. طبعا هو معالي وزير التجاره بادر في البدايه في موضوع، وتم يعني مخالفة. اكتشاف مخازن لهذه الكمامات، وكان لهم دور يعني يشكرون عليه. احنا لقينا بائعين متجولين يبيعون هالكمامات او لا نوع معين لا اسم، اللي هو يعني غالي شوي، ويبيعونه يعني برا المحلات، وتم تحريزه وحالته الى الجهات المختصه. يعني كانه سوق سوداء متنقله. بس لا الحمد، ترى ما عندنا الان بعد الجهود اللي بذلت، لا الحمد الامور يعني على السعر المتوفر، وعلى هذه الجهود يعني تشكر عليها وزاره التجاره، وعلى راسهم معالي وزير التجاره، جهود ممتازة، وإحنا قاعد نقوم بدورنا اللي نقدر عليه. الأمور متوفرة إن شاء الله بالسعر المناسب إن شاء الله، يعني ظل الأمور تحت السيطرة. سمعنا عن بوستر اللي قاعدين يجهزونه، يمكن هذا اللي قاعد نشوفه الحين بعد على الهواء. إحنا إن شاء الله هذا البوستر راح يتم توزيعه على اللوحات الإعلانية في هذا جديد للحين. أي نعم، ما تم نشره. هذا وين راح يكون موجود؟ في الشوارع اللي هم اعلانات الشوارع اللي موجوده على الاشارات. هذا تابع لبلديه الكويت. طبعا احنا خذينا التعليمات من وزاره الصحه. نعم. فهذا خذيناها وطبعناها وراح تنزل في الشوارع. بالنسبه للتجمعات، في اي شيء يخص البلديه من هالناحيه؟ احنا لغينا المعارض يعني، وجمدنا لائحه المعارض مؤقتا، هي صدرت كانت إنجاز. شنو أهم ما يميز هذه اللائحة الجديدة؟ هي للشباب. إحنا قبل عندنا مشكلة مع المعارض، يا زلناهم قاموا علينا، وشطار بتويتر يعني أنت الخسران بكل الأحوال، يعني لو شو تسوي يعني. فبالتالي قلنا خل نرخص، نرخص ونشرع هذا الـ يعني الايفنت. وشرعنا، اخذنا فلوس من هذا، وقعدنا وياهم في البدايه، يعني قلنا كم السعر المناسب، وين الاماكن اللي تبونها،
ولا الحمد الأمور مشت وكانت ناجحة جدا، حتى أغلبهم مشروعات صغيرة يعني وكان جدا ناجح وقانوني ومرخص. يعني الحين قلنا لهم ترى الوضع ما يسمح، وتجاوبوا وأمانة وقال لا صحة الناس أهم، وألغوا كل المعارض، وإحنا ردينا لهم أيضا رسوم اللي يعني خذيناها منهم. نعم، اليوم أبو عبد الله كل الوزارات يعني قاعد تصدر قرارات داخلية، أكيد البلدية نفس الموضوع خاصة بإجازات الموظفين وترحيلها إلى وقت آخر، هل مثل هالإجراء موجود اليوم في البلدية؟ طبعا معالي الوزير أصدر توصيات أن القياديين يعني يأجلون أي إجازات إلا للضرورة طبعا لتواجدهم. احنا نجتمع يعني بشكل دوري في غرفة عمليات فيها المختصين، ويتم نقل ما تم من إنجازات ويعني بعض الصعوبات عند معالي الوزير، وهو يتم مناقشتها بجو يعني منسجم، ويتم وضع حلول. إجراءاتنا مثل يعني اليوم مثلا يعني في بعض الناس يجون من السفر وهو بنفسه كويتي يقول أنا ما راح أداوم أسبوعين، احنا يعني لأنه جاي من دولة فيها مثلا فالامور بالنسبه في تعاون في موضوع الحجر المنزلي. نعم اكيد. لا هو اذا كان حجر منزلي احنا مجبرين، هذا قرار مجلس وزراء. لا اذا هو شخص من نفس الموظف فيها وقال اني انا راجع من دوله فابي اخذ اجازه اسبوعين، نعطيه اجازه اسبوعين. لا نعطيه، هو في الحجر المنزلي مجبرين احنا كوزاره أكيد. هذه من قرار مجلس وزراء. نعم. مجبرين كوزاره نعطيه اسبوعين. ولكن اتكلم مرات في بعض الإخوانيون ما عليه حجر منزلي أو يكون مخالط أحد مثلاً فإحنا بالعكس يعني نخليه قاعد طيب الحين هذا الموسم نهاية المخيمات، وأنتم كنتوا منعتوا المخيمات الحكومية من أن هي تسوي تجمعات، وفي عندك أي كلمة تحب تقولها لأصحاب المخيمات الخاصة؟ الحين يعني في بعض الناس قاعد يطون يعني يقولون مقترحنا نمدد التخييم، وإحنا ناقشناه يمكن اليوم مع الأخوان في البيئة. بالعكس يعني هم قالوا لي أن وجود المخيمات زيادة تجمعات يعني، فبالتالي نبي نلتزم بال15/3. نعم. ولكن يعني هو الغالب راح نلتزم ب15/3 اللي هو الموعد اللي حدده قانون البيئة في موعد التخييم. نعم، يعني أبو عبد الله إذا في كلمة بالنهاية أو رسالة تحب توجهها من مكانكم في وزارة، أكيد في بلدية الكويت، يعني اليوم بلدية الكويت وزارة الصحة والإعلام الداخلية كلنا يعني قاعدين نقف في الصفوف الأمامية ضد هذا الفيروس، فشنو الرسالة تحب توصلها؟ والله أتمنى الأمن والسلام لبلدنا ويسلم أهل الكويت والمقيمين فيها. آمين. وإن شاء الله هذه أزمة وتعدي، ونتمنى تعاون الكل. يعني اليوم إحنا مو جايين نطبق قانون، ترى في فرق، احنا جايين لسلامة الناس والمقيم، فبالتالي في فرق بين تطبيق القانون، انا جاي بطبق قانون انت مخالف، وبنقول لك لا هذا يضر بصحة سلامة الناس حسب المختصين. فنبي التعاون، ان شاء الله يعني الشعب الكويتي قادر على تجاوز هذه المحنة، وان شاء الله الامور ترد افضل ان شاء الله، ويزول هذا الفيروس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وكثر ما نقدر هو بتعاون كافه المواطنين والمقيمين مع الجهات الرسميه، هي الشيء الوحيد اللي يقدر يحد من انتشار مثل هذا الفيروس. نشكرك جدا مهندس احمد المنفوحي مدير عام بلديه الكويت على وجودك معنا وعلى سرعه تلبيه نداء ليالي الكويت، عساك على القوه ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله، سعيد أن أكون معكم. حياك الله. أكيد إحنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم، لكن بنذكركم مشاهدينا بالضيوف حلقتنا باشر إن شاء الله. في الغد راح تكون لنا حلقة مع الدكتورة شفيقة العوضي والسيد عبد الله المطوطح، فخلكم معنا في كل ليلة من ليالي الكويت، راح نكون معكم على الهواء مباشرة. أكيد. مع السلامة، تصبحون على خير.